شارك سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي في مؤتمر البرلمان العربي للقيادات العربية رفيعة المستوى الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث شارك العسومي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما شارك في الجلسة المغلقة لمناقشة وإقرار الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة سعادة النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي. أهلا بك سعادة النائب. بداية، ما هو أبرز ما تضمنه المؤتمر، مؤتمر البرلمان العربي للقيادات العربية رفيعة المستوى الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة اليوم؟ مساء الخير أخي العزيز. طبعا المؤتمر عقد اليوم في القاهرة مقر جامعة الدول العربية، شمل على مرحلتين: المرحلة الأولى لعقد الجلسة العامة، والمرحلة الثانية عقد الجلسة المغلقة، والذي شارك فيه قيادات عربية كبيرة، رأسهم رئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، وحوالي 7 رؤساء وزراء سابقين عرب. طبعا الغرض من هذا المؤتمر هو إقرار وثيقة عربية تؤكد على التضامن العربي، على التنسيق العربي، بالذات أن الأمة العربية الآن تواجه الكثير من التحديات والمشاكل والصعوبات، ونحن نعمل كبرلمان عربي على أن يكون عندنا خطة طريق عربية نقدمها لاجتماع القادة الغالب في تونس، بالتنسيق مع هذه القيادات وهذه الخبرات العربية الذي لها طبعا دور وتأثير كبير للاستفادة منها، في أن احنا نعمل وفق منظور عربي واضح محدد المسار لدعم القضايا العربية، لدعم كل الجهود العربية التي تسعى لقوة ومتانة العمل العربي المشترك. نعم. ومن خلال التقرير، من خلال المصير المشترك، بلا شك مثل ما قلت لك الأمة العربية تمر بتحديات كبيرة. سعادة النائب، تم مناقشة هذه الوثيقة العربية وهل تم إقرارها في نهاية الاجتماع؟ طبعا تم مناقشاتها الان. نعم. وتم اقرارها الان من خلال القيادات التي شاركت في هذا الاجتماع او هذا المؤتمر. نعم. وان شاء الله راح تقر من قبل، تناقش من قبل البرلمان العربي في الجلسه القادمه، ومن ثم تحال الى القمه العربيه. ما هي ابرز بنود هذه الوثيقه سعاده النائب؟ طبعا ابرز بروز هذه الوثيقه ان احنا لا نكون بعيدين عن القضايا العربيه المصيريه مثل فلسطين، مثل عدم التنازل عن الاراضي العربيه، مثل الان يتم الكلام عن ضم الجولان السوري الى الكيان الصهيوني، مثل احتلال الجزر الاماراتيه. بلا شك ان هذه القضايا هي القضايا المصيريه ويتم التركيز عليها من خلال تنسيق وعمل عربي واضح المعالم، واضح الخطوات، لكي لا نبتعد عن القضايا الاساسيه التي اذا لا سمح الله خسرناها سنخسر الكثير، صعبه ان نسترجعها مستقبلا. نعم، شكرا جزيلا لك سعاده النائب عادل عبد الرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي.